بيبي كرام جهزوا لي حالكم رح ناخذكم على مكان الان شباب المكان الثاني اللي موجود الخريطة هاي. فرجوا معي كيف يا طيبين, فرجوا شباب. والله يا شباب الصراحة يعني انا يعني متعودين بارك انه نكون بالطبيعة العادية, فهمتوا علي شلون؟ الطبيعة العادية العادية جدا جدا يعني اجار ما اجار, هون معلم هون معلم بغير منطقة, نحن بغير كوكب. ويعني ما اعرف شلون صاير الوضع بس ولكن يعني شيء غريب عجيب يا جماعة. طبعا هون شباب المدخل معلم صاير بالوسط, هذا المدخل بتدخل من هون يعني هون من المكان هذا وتطلع من طرف ثاني يعني مثل المدخل صاير. المهم يا طيبين اليوم يا شباب راح برجيكم شغله ثانيه يا شباب. هذا العالم يعني عالم ثاني تمام, هذا عالم ثاني يعني نقدر ننتقل عليه لانه في ديناصورات يعني راح نروضها ان شاء الله بالمستقبل كمان اوكي. بس ولكن يا شباب في مكان اسطوري يا طيبين اوكي. انت بتعرفوا شباب لازمنا المساحه كبيره عشان يعني لازمنا نحط في الحل زمن زمان يكون في ديناصورات كثيرة اوكي واشياء كثيرة اشياء كثيرة كثيرة يعني فهمتوا علي شلون؟ يعني انا شايف انه يا طيب انه هذا المكان افضل مكان يا شباب, افضل مكان حتى المكان محمي فهمتوا علي شلون؟ محمي على الاخير يعني ما في حدا بيصلوا ما في حدا بيجي عالي على رواق منظر حلو يعني اشي فيري بلوز يا طيبين. لكن يا شباب ان شاء الله راح ننقل ان شاء الله من هون لحلقة الجاي مو الان شباب, حلقة الجاي شباب لانه اللي هلا من شوي اكتشفت هذا المكان اوكي. حلقة الجاي يا جماعة ان شاء الله راح نبلش ببناء اكبر قاعدة ان شاء الله باذن الله تعالى. بس ولكن يا شباب اليوم عنا شيء كتير مهم, راح نروض ديناصورات اسطورية, نروض هذا 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 اللي طالع عندكم هذا اليوتوراروس يوتوراروس اوكي. طب راح نروض منه شوف ها شباب شوف سبحان الله هذا المكان راح نجي لهون نروض منه معلم اكثر من واحد رح نربط معلي هون. هذا في واحد قريب علينا من هون هذا منطقة اليمين رح نربط طيبين يعني نوعا ما. أوه والله في واحد هون جنبي يا شباب جنبي 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 تعالوا هون ننزل عليه شباب ننزل عليه. طبعا عندي هون إن شاء الله يكفينا المعلم الأسهم سلام يا والله بعاك يا شباب أحب هذا التنقل, هذا التنقل يا شباب إشي باللوس تعالوا تعال يا سلام عليك. هذول قاعدين عم بضرب في بعضهم الجماعة أوكي. وان هذا 150 15 علم الترويض راح يكون سهل كتير. في وحده من هاي معلم هيك ما ما هذول الجماعه تبع معلم اوكي اللي اللي قاعد عم يضيف بفايده تبع معلم الشباب معصبين. اصبر خلينا نجيب معلم الجريفن تبعنا الجريفن تبعنا معلم على رواق اللي طول بالك ابو جريف اللي والله عرفتك راح لا 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 فين شباب هذا كيف عم يعني يزعبر عم اوكي هذا معلم هذا لازم نحاول اوكي اصبر شوي الاسطوري هيك فين شباب شوف شوف والله معلم ما يهدى ما يهدى بلع معلم اوكي بلع حلو 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 انت لهون اوكي ضربتين اشي باللوز عم بتفايت معلم ما بدنا فايت معلم خليه يخلص فايتون على رواق ما بدنا نخرب عليهم هذول الصغار هذول حتى الصغار كمان ما يشمون شيء ايش طيبين هذول اللي معهم كمان خايفينه بس تعال انت معلم ترى صرت لحالك تعال 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 هون تعال هون تعال هون يلا هذا داون اوكي ننزل عليه نغطوا لجنبه بعدين نشيك الوضع هذول شوي شوي نبدا نخرج معلم هذول على رواق ايوه نختار على رواق روض صاحبنا هذا عليا جميل نعطيه لحمات حلو وهي اول واحد شاف. طبعا شباب يعني الاشياء اللي عندي اللي هي طيبين اللي عندي ديناصورات يعني جبنا الجريفن اوكي لعائله الجريفن تمام جريفن طبعا جبنا جريفن شباب صار عندنا جريفن باللوس اوكي انواع يعني مرتبه وحلوه ك
اوكي هلا بدنا نحاول نجمع هذا اليوتاروس هذا معلم، هذا كتير باللوس. اوكي جبنا الستون هذا معلم، رح نشوف شيء واحد ثاني. اوكي رح نشوف هذا الايس يا شباب، الايس اعتقد هو قريب علي 150. اوكي هذا بعيد من هون هو، الو الو رح نروح عليه. يا سلام شوف معلم قاعد عم مستناني، قول لي هذا طبعا عنده دم. اوكي ان شاء الله يكفي معلم، هذا اصحابه جنبه معلم، دائما 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 ما يكون لحاله معلم، دائما معه شلته معلم. والله كمان شكله اسطوري، بس ولكن هات نشوف ايش الستيت تبع معلم هذا. اوكي والله شايف شباب مع الهيلث. والله يا جماعه اسمعوا شوف هذا معلم، هذا صاحبنا الثاني هذا معلم. ايه والله هذا هو تقريبا، هذا هو خذ لك اي وحده معلم. ما اخذها حلو، وصلته ولا شلون؟ ديول ديول اعتقد تعيط لانك انت سوف تموت يا صديقي. لك هاي خذ حبيبي، خذ 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 معلم، خذ 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 خذ. هو قاعد عم يتكهرب هلا نوعا ما اعتقد. ايوه ايوه كمان وحده ولا اخر، ما بدي استعمل خلص تم. الو هات لي شيء تعال هون، خلينا كده هون. يلا يلا حركوا من هون حركوا من هون. لا تعملوا عن الروض هذا يا شباب اللوز. اوكي اوكي هاي رح نربط ثاني واحد. طبعا شباب شايفين معلم الترويض صاير سهل، الترويض يعني صاير سهل، بس ولكن يا شباب كل هالشيء لانه تعبنا بالاول شاب. قول لي شو هذا؟ ايش في شو عامل؟ ول هذا كله عامله يا ول. ايوه هذا كله معلم. الو اوكي روضنا الستون وروضنا الثاني، باقي لنا الشباب اللي هو الفاير. طبعا الفاير وين كان الفاير؟ هذا لانه شاب راح نجيب. اوكي الفاير اوكي الفاير هذا الفاير وين الفاير؟ اوكي الفاير معلم بعيد اخر مكان. هيك شباب راح نروح على منطقتنا الثانيه. ها وهي صغيره تحت، هي المدخل صاير تحت هو، بس ولكن نروح بالتليبورت افضل يعني واسرع. طلع يشلم اوكي حلو كثير، بس ولكن لا قبل ما نروح لهنيك بوقع عندي اسهم، نجيب اسهم وباللوس نروح. يا لطيف شوف بس ولكن المناظر هون يا شاب، ترى والله اشي عن جد تمام التمام يا جماعة. خرج يا سلام قولي طبعا هم معلم طيناصورات معلم ما يمعدني علي ابدا. هو صاحب المعلم بدنا اياه هذاك، هذاك ساعة متخبي هونيك. يا اخي ليش بخلونا؟ ترى منطقة حلوة كثير يا جماعة، المنطقة معلم يمكن يكون فيها ديناصورات يعني هيك مميزة، فهمتوا علي شلون؟ لانه هالمنطقة معلم ما اتذكر بالفوج دور، سلسلة الفوج دور كان في كله شوف عم يطير. يا سلام رابتر هون فاير، قولي قولي يا سلام عليك، حلو حلو والله كثير حلو. شوف معلم وين صاحبنا؟ وين صاحبنا معلم هذا؟ قولي العلاقة هون ولا شلون؟ الو اه صاحبنا شكله فوق. تعال هون تعال هون يا صديقي تعال تعال تعال. وين هذا الفاير حلو بالليل، شايفين كيف يا شباب بالليل ما احلى؟ معلم بالفايتات الليلية لوز. بس هذا معلم هيلسو والله اعطيني واحدة معي معلم. شو صار هون؟ شايفين شباب الناريين شو معلم بيطلعوا اشكالهم؟ والله شيء حلو. تعال يا صديقي تعال حققت كم ضربة معلم، تعال خذ لك هاي. تعال شوف شوف عم شوف الناريين شباب شلون معلم مبينين، والله شيء كثير حلو شيء فيري نايس. تعال هون يا برو لك حبة هاي معلم، هيك زبط لك وضعك فيها. اوكي خذ لك حبة ثانية معلم زبط وضعك فيها. ما شايفين عم بيتكهرب شباب شايفين؟ يا والله الكهرباء والنار شلون على جنبي ولا شلون؟ الو اوكي تعال تعال يا سلام. لا يلا هذا المعلم ده لا لا اي اي اللي هذا نار معلم، هذا نار اللي هذا نار معلم، وانا هو بيأثر. اوكي اللي هذا خلص خلص بطل صاحبي يا مول. لا هيا الزلمة لا 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 رو 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 اتركوا اتركوا يا ربي يا اخي ليش هيك دائما معلم الحظ زبالة. صار عندي هذا شو اسمه يا شباب راح علي راح علي. طيبين تعال تعال ما يخلوا
شبك معلم بيقدر عليه. والله راح معلم راح. يلا معلش علينا. هي في واحد 150 ميج بعيد. اوكي ممكن يكون سماته احلى. ارينا نروح. يا الله على الحظ. وين دي معلم؟ يا سلام شوف معلم الالوان، الالوان كيف عم تتغير يا شباب. لاحظتوا كيف الالوان؟ الالوان بالليل عم تغير. شايفين الديناصورات معلم كيف تبين بالليل؟ كله يبينوا. الله يشي باللوس. هات لنشوف معلم وضع. نشوف هذا معلم 150. اوكي هذا ابو صاحبنا، هذا ابو صاحبنا الموال. القلم تفايتوا يا شباب. الاصوات هاي انا العالم، والله هذا العالم بيخوف فيه. طيبين في رعد هنيك قولي قولي شو هذا؟ اوكي والله هذا تبع مشاكل. هذا معلم هذا تبع مشاكل، تبع مشاكل. طيب ما بضربني. لا 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 وقتك يا اخي. بس علني بس يا اخي روبن. يا الله هلا هي شو بس يا اخي. اوكي خلصت تبو بنيتو. اوكي خالص حلو. وين صاحبنا معلم هذاك؟ وين طب هذا ضربني وين هرب؟ ضربني وين هرب؟ وين هرب هذا ضربني صاحبي معلم؟ هذا بدنا اياه. لا من فايت اكشن شو هذا معلم؟ ما بدي اضرب المعلم هذا حبيبي. والله قريب انا اصلا. قول لي شو هذا؟ شو عامل فيني؟ شو عم يصير؟ اصبر شوي. ولا هذا لونه اخضر. ورا ما يشوي شيء حلو. نطلع لرجع لورا. بتعرف شايفين كيف عم تكرر شباب؟ لا مو وقته يا زلمه رجع. يا ربي يا ربي. يا لهوي. اوكي خلص ولا شلون؟ يور دينو دازنت ريسبوند. اوكي خلص فهمنا يا اخي. اي نو اي نو اي نو اي نو اي نو الدينو تبعي لا يستطيع ان يرد علي. او ماي. بس يا اخي خلص بس يا بس يا زلمه بس خلص. اوكي نشوف كمل عليه معلم. اوكي جي من هون. شو خذ لك هي؟ يا لطيف صاحبنا وين راح؟ يلا اخوات يلا يلا داون يلا انزل انزل ايزي. داون ولا مداون؟ لا داون. اي تعال تعال وين رايح؟ هيك الصوت راحت يا شباب ما يفهم غريب عجيب. اوكي جبناه روضناه لذاك صاحبنا الان. الان خليني يا شباب اروح. والله هالمنطقة معلم ماني متعود عليها ابدا يا جماعة. بدنا 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 طلع شلون. اوكي وهي رجعنا على الدار تاعنا، دار اللي بنعرفه تمام. اوكي هات لنشوف. مثل ما انتم شايفين شاب ليش مضطر يعني انه غير المنطقه تاعتي. اوكي لانه صراحه اول شيء كان هون صار يعني ضيق، كان هون صار يعني مو باللوس. اوكي هيك شباب ركز معي كيف حامل شغله. راح نعمل هيك هيك بدايه معلم. راح نروح نظبط نلقوا الديناصورات اللي جبتهم هذول كن على جنب راح نظبطهم. اوكي روضناهم حلو صراحه ما جربناهم، لازم نجربهم والله ما في مشكله. بس هون شوي نعملهم هيك نحطهم هون. اخاف ما يقعوا. اصبر شوي نحطهم هون بهذا الشكل. هذا الشكل هيك ايوه هذا معلم. اوكي ويا السلام عليك. شو هيدا شو هالجمال. اوكي طبعا معلم اشكاله ما متغيره ما مو يعني مو يعني هدول اسال لي لازم اسدل هدول يوترس. اصبر شوي نرجع على الدار. وقبل ما نرجع على الدار يعني راح نخلي اشياء تجي لهون مثل الريكس هذا معلم جريفون اير هدول. اوكي وهذا الريكس كمان خليه يجي هون معلم لانه هذا بعد الريكس ما راح ينفعنا كثير تمام. هي امورنا طيبه. لازم نحط اوكي هدول نخليهم هنا على جنب تمام. هيك وضعهم باللوز. يلا نرجع هنا نقلنا يعني عملنا شوي شوي عملنا الامور يعني جهزنا نقلنا الاوضاع. هذا ليش ما عنده الوضع هذا معلم؟ ما عنده دينو نجرك. اوكي هذا راح نبعثه معلم. اصبر شوي تعال انت لهون. تعال هون انت
يا اخي شيل حلبة جريفن يا شباب، ما يلزم لا سدل ولا هالوجع على الراس. عاد انت لك تعال يا صاحبي، تعال 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 تعال, تعال انت تعال يا برو. اوكي يلا انت روحوا على التميني. يلا السلام عليكم. اوكي راح نظبط السدلات. طبعا هذه المنطقه يعني حبينا نكمل فيها، بس ولكن شباب ما يعني مكان ضيق، وذاك مكان يعني هيك اوسع وهيك يعني اشرح وبلوس. اوكي طبعا شباب قررت الحال يعني قبل ما نطور صاحبنا راح نرفع له شوي الليفل تاعه السد المعرض راح يزبط. او بده الفايبر زي ما بده فايبر، بنجيب له فايبر معلم. اوكي بسم الله نصلي والله نحاول نطوره الشباب، راح يجي يتعبنا التطوير شوي. اوكي وهي اصحابنا جاهزين مع سدلاتهم امورهم طيبه. خلينا ننزل تحت شباب على الساحه نشوف الاوضاع شو صاير تحت. اللي يي 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 حبيب والله هدي الله هدي 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 هدي. اوكي هنا في جريفين، شو هذا؟ هذا ثاني هذا الجميل. اوكي شباب عندنا معلم هذا، هذا الناري ناري هذا على الوتر. شو وضعه معلم؟ شو راح يعمل فيه؟ يضرب 100 دمج 100. اوكي الظاهر اللي قال لا لا ما كويس، انا هلا غلطان شباب. عكس ما لازم هيك شباب، ما لازم هيك شباب، لازم العكس على السريع معلم. بدل الوضع على السريع على السريع. لا مو هيك مو هيك مو هيك الشغل شباب. هذا معلم هذا ال عندنا بال ستون الجليدي معلم جليدي اعتقد. ها بلش ياثر علي، شفتوا شلون معلم تغير تغير الدمج. اوكي جليدي معلم غير له الدمج. اوكي حلو مثلا نشوف هذا الثاني هذا جليدي، شوف الستون هذا معلم صاحبنا. طيب بس على حد من البلاد مو ماكس الستون ستون لا تغير المعلم ما بيعمل له شيء. شوي نشوف هيك تك تك لا 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 ده واتر هذا هذا حلو حلو. خلينا شفنا شي واحد تاني معلم عندي انا الستون، شفنا شي واحد الناتشورو شي شغله تكون عاديه. نشوف شو هذا معلم ناتشورو هذا. خلينا نشوف هذا صاحبنا هذا شو معلم شو اختلف الدمج يا شباب؟ اختلف الدمج يا جماعه، دمج كثير اختلف يعني غريب عليك. المهم معلم هذا عم ياثر علي شيء. تروح 187 يضرب صاحبنا. يلا معلم شوي هيك ايوه 187 هذا على ال شو اللي عصب معلم صاحبنا عصب. نسينا الضربه تبعته معلم هي اللي بتخوف. شوف معلم هلا تاثر عليه هي صار له 300 معلم. السلام هيك معلم مشان نخوفه. ايه 300 شايفين شباب ضربت 300 لا حلو اللوز هذا شوي حلو هذا ماشي مشي. نشوف معلم الايس الجليدي معلم الجليدي الجليدي لازم نجرب الجليدي لشي الجليدي على على على, على الواتر هذا. نجرب الجليدي يا شباب نشوف وضع الجليدي. اوه الجليدي الجليدي على الطبيعه معلم الجليدي على الطبيعه شو عامل معلم النتشر شق وشق. شفتوا الدمج كيف اختلف يا شباب؟ دمج يعني اختلف اختلف اختلاف مو طبيعي. هلا هذا معنا هذا النتشر هذا كمان معنا دمج اوه 700 يا شباب 700 ايه ها يا زلمه غطى حالي معنا عم شوف التنين هاي شو هذا جريدي والله هذا ماشي بوشي كمان. يا سلام عليك تعال 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 وين رايح وين رايح هذا الناتشر اوه دمج 1000 تسعة صار. يا سلام يا سلام حلو كثير والله شاب جي جي زدنا له شوية دمج تمام التمام حلو. اوكي خلينا نشوف معلم نشوف في اشياء ثانية هون ناتشر هذا خلينا نجرب على الوايلد العاديين الديناصورات العادية مثل ال والله هذا مالنا العادي هذا شو هذا نشوف شو في من الطرف الثاني هون في واتر هذا واتر هذا كمان برونتو هذا واتر كمان هذول باراسل هذول معنا هذول الخفيفات هذول نجرب ال 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 الناري الناري
ما بعرف اسم فيه شيء يا زلمه. ليش هيدا مجهود تعبان؟ هذا مجهود تعبان هذا يا ولد. ما هي هذا الجديد اللي معي ولا شلون؟ شو هذا؟ فاير. ماشي شوي تعبان عشان بلاقي مساعدته من هنا من الليفل. النار والدم. اها شو سمعني معنا مختلف الوضع هيك. مختلف الوضع هيك يا شباب. لا 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 هيك ما بيمشي الحال. هذا نعطيه. هذا ماي. نعطيه معلم. لا نعطيه الايس. جليدي نشوف الجليدي عليه شو راح يصير معلم. جليدي شو عم يختلف تختلف الدمج. لا هذا هو تقريبا هذا هو يعني. بس لك ما عبد ما عبد مش ما عبد مش الدمج اللي يعني اللي واو. والله يا شباب من بعد الجريفن شباب ما في دمج 200 حلو. نشوف وين صاحبنا. تعال وري. اصبر ناخذ معلم الامور اللي عنده. ناخذ تدريب المهمات دائما كالعاده. اوكي حلو كثير. الله يا طيبين بدنا شيء نجرب الواتر. هذا الواتر ما يمشي الحال معلم. بدنا شيء ثاني. انا حاطط معلم نجرب هذا. اوه شو معلم الستون؟ وهذا اللي عندي انا شباب هذا اللي عندي هذا ايس على الستون. ربي يعذب يعني. هذول الستون هذول لازم اوه دمج يعني. ها يعني عليك يا دمجات حلوه يا زلمه. معلم هذول كل ستون كل شيء ستون. معلم تعال هون كل شيء ستون معلم نضربهم ايزي. ليه؟ معلم شوف الدمج هذا شو بيساوي الدمج. دمج شوف الدمج شوف الدمج شوف الدمج شوف الدمج شوف الدمج شوف كيف يختلف الدمج. كل ستون معلم ولا عم بيأثروا معي شيء ولا بيعملوا معي شيء. يلا حبيبي يلا 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 حبيبي يلا تطير من هون 500 سلام. ها هذا شيء حلو يا طيبين هذا شيء حلو معلم. يعني بتحس انك بتروض تشغله معلم انك يعني باللوس. هذا واتر هذا واتر. شايفين شباب هاي اللي اضربوا يا عمي اضربوا شوي. انا معلم هذا غادي حلو. هذا ستون هذا ايزي فهمناه معلم. بدنا شيء ثاني. هي طلع هذا الفاير تبعي هذا فبسكر الازرق بعدين بيليز يعني. هذا الناتشر هذا اوه على الناتشر الشباب الاشياء الطبيعيه معلم. لا 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 شو صار هون؟ الاشياء الطبيعيه معلم بيعمل اشياء ول 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 بيحرق الطبيعه معلم يعني الخضار يعني الاخضر اختصار يعني. شو 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 ايزي 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 الخضار ايزي. الفا تيركس ول 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 بيبي والله الالفا تيركس حجي فكك بنا مصلحه معلم. خلينا نشوف هلا جد بعدين نشوف هذا ليفل 90 و 3.3 يا زلمه ايزي. شو 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 روح حبيبي روح 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 من هون. طير لك طير لك من هون طير لك من هون طير لك من هون. هذا شو اسمه شو كلون شو هذا صاحبنا هذا معلم. السلام عليك السلام عليك على الموارد الحلوة السلام. حلو كتير حلو. شوف شو اعطانا صاحبنا معلم هون. حلو والله موارد حلوة وكريستالات يعني. شايفين شباب يعني يلا اما صار عندنا امورنا جاهزة كل شيء جاهز. هنا حتى ما رفعت له ليفل ليفل مو رفع. نزيد له معلم نزيد له 10 من هون شوي دم شوي هيل لوس. شوف يعني هلا زدنا له شوي دمجه. نشوف وضع معلم هذول الثلاثة صحاب. هذا ستون 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 شو وضع ستون؟ اها الستون ما يمشي الحال معلم. ستون ضد الجليد ما يمشي الحال للأسف الشديد. ليك معلم هذا ستون هذا ستون تعطيه ايس. وين هذا؟ اوه هي هذا وين هذا؟ لا والله غلط مو هذا تفهم. والله جاب لي ساعة واحد ساعد لحد لين واحد ماله اخذ يعني اخذ ال ماخذ ايده على الوضع. هذول الستون معلم هذول شو بدهم هذول عاديين هذول لعبة عادية. هذول كان بدهم معلم فاير كان بيحرق بالحرق. اه شو معلم دمج بلش يطلع كلوز. هذا معي حق هذا هو
ستون ضد الجليد، الجليد صح، الجليد ضد الستون باللوس. يا السلام عليك يا السلام عليك يا السلام عليك يا طيبين، امورنا طيبه. اوكي اوكي زبطنا امورنا يا شباب. اوكي نرفع دمج هذول لما جاتهم، زبطنا على رواخ. اوكي خلينا نحطه على جنب صاحبنا. تمام هذا واحد عم يهجم علي. طيب والله السلام عليكم. اوكي طيبين مثل ما انتم شايفين هون معنا بالنسبه للبناء الجديد تاعنا. اوكي طبعا راح يكون بهذا الشكل. تمام ما راح نحاول يعني نكبر كثير، يعني مع الوقت نشوف شو راح يلزمنا اذا مزبط تعديلات راح تكون يعني شغله حلوه، لانه شباب مغامرتنا لسه ما انتهت. اوكي بين هذا الشيء والله يعني مرتاحين. اوكي راح يكون عندنا في ديناصورات يعني بجميع الانواع يا شباب، ما في ديناصور معنا بالخريطه لما نروض ان شاء الله باذن الله تعالى. اوكي الوضع هذول معلم هاد ديونان يونات يونات ريس يونات ريس غريفونات معلم جاهزات، عندنا ثلاثة انواع منهم. هذول معلم عندنا هذول اللي بلشنا فيهم. طبعا كان في عندنا ديناصور الثاني شباب ما اعرف وين راحوا، شكلهم ماتوا. المهم ماتوا جوع، لازم نحط لهم معلم اكل يعني طعميهم. اوكي طبعا هون معلم راح يكون وضعنا بهذا الشكل. اوكي ان شاء الله يعني ان شاء الله باذن الله تعالى من هون لحلقة الجاي ان شاء الله راح نبلش شباب بامور جديه اكثر واكثر يا شباب. طبعا معلم كما يكون يعني المكان مريح وسهل انه نجيب امورنا وهيك على رواق بكون يعني اسهل، نقلات سهله، انه شباب مثل ما العدمت مثل ما بتعرفوا بالتليبورت لما نستعمل التليبورت يلزم المكان يكون فارغ شوي، فهمت علي شلون؟ اوكي يعني نعمل شيء منظم وحلو ونقدم لكم شيء يعني هيك شيء مرتب يا جماعه. اوكي سو حبايبي الله يسعد ليكم، هيك بكون انتهت حلقتنا اليوم، ان شاء الله استمتعتم معنا، بشوفكم على خير ونشوفكم حلقه جديده. حلقه جديده شباب اول ما ندخل حلقه جديده حتشوفوا كل شيء جاهز ان شاء الله باذن الله تعالى. اوكي يلا سلام عليكم.